هنروح لموضوع اخر وهو موضوع القطن يا منا، والحقيقه احنا متميزين جدا في هذا الملف، والدوله شغاله بشكل مكثف جدا على استعاده التنافسيه مره تانية لمنتجات الاقطان المصريه، وده من خلال التحديث والتطوير اللي بيتم في مصانع الغزل والنسيج بتكلفه وصلت حوالي 21 مليار جنيه. هيتم تسويق المنتجات دي في الخارج تحت العلامه التجاريه الجديده نت. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مره تانية. الفترة المقبلة ستشهد تدشين عدد من الفروع التجارية المخصصة لتسويق وبيع منتجات الأقطان المصرية الجديدة، تزامناً مع استمرار تطوير وتحديث المصانع الجديدة بتكلفة 21 مليار جنيه، حيث سيتم الانطلاق من السوق المحلي إلى العالمية بحسب خطة وزارة قطاع الأعمال العام والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس من خلال إحدى شركاتها الجديدة لتسويق وبيع منتجات القابضة للغزل. بداية مشروع التسويق الجديد بدأ باختيار اسم ميت كشعار للمنتجات الجديدة، والتي من المنتظر أن تواكب أفضل المنتجات العالمية وأحدث خطوط الموضة، بما يساهم في استعادة القطن المصري لمكانته العالمية مجدداً ورفع قيمة وحجم المبيعات محلياً. من جانبها أعلنت الحكومة عن تفاصيل آخر مستجدات افتتاح 3 فروع للبيع المحلي، وأولها في إبريل المقبل، بعدما جهزت شركة إيجيبشن كوتون هاب عدداً من النماذج وعينات الإنتاج من المنتجات الجديدة، خاصة في قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية، بالإضافة للأدوات الجديدة المستخدمة في تعبئة وعرض المنتجات تحت العلامة التجارية الجديدة نيت. وبحسب الحكومة، تسعى الشركة الجديدة لتحسين وتطوير أساليب البيع والتسويق للمنافسة محلياً، وكذلك التواجد بقوة في الأسواق العالمية، حيث من المستهدف بيع وتسويق كميات تعادل 5 أضعاف الكميات المنتجة حالياً بعد الانتهاء من خطة التحديث الشامل لشركات الغزل والنسيج. ومن المستهدف فتح عدد من الفروع للبيع المحلي، بالإضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية.